كل سنة وحضراتكم بخير. النهاردة أول يوم في العام الجديد، النهاردة بداية سنة جديدة، ومع البدايات الجديدة دائماً لابد من إغلاق دفتر الماضي وفتح صفحات لدفتر جديد، صفحات أكثر نظام وأكثر قدرة على التحدي لمواجهة الصعاب. فنجعل إذن جميعاً العام الجديد بمثابة فرصة لمراجعة الحسابات، فرصة للملمة الأوراق، لنجعله فرصة أيضاً لفتح صفحة جديدة نتجنب فيها الأخطاء ونقرأ الحياة بشكل صحيح. وكل عام والبسمة تملأ دائماً محياكم.